السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جات لي رسالة دي فيها شوية حاجات كنت حابب أتكلم عنها من زمان، فسبحان الله الرسالة دي بنجمع فيها كذا نقطة. نشوف الرسالة وبعد كده نشوف الكام نقطة اللي أنا عايز أتكلم فيهم. أنا عندي استفسار بسيط في تحديد مسار الوظيفة اللي عايز أكمل فيها. أنا حاليا جونيور استراكشر بيم انجينير، شغال في شركة بالمسمى دوت، وكنت ناوي أطور نفسي في الكوردينيشن وآخد دورة، لكن محتار والله يا هندسة بنكمل في البيم ولا آخد طريق البلاننج هبدأ فيه واذاكر من جديد. لكن فناخد خط التطوير حاليا، لكن مش عارف اسعى في اي مجال. عاوز استفاد من حضرتك خطوة كبيرة. طيب، اول خطوة عشان حد يدي نصيحة، ما ينفعش مجرد رسالة زي كده، لان ممكن اللي بعت الرسالة دوت يعني اكتر من شخص، واحد مثلا قوي في الحسابات، واحد قوي في الاستراكشر، واحد قوي في البيم، ممكن كلهم بيبعتوا نفس الرسالة، فما ينفعش يكون له نفس الرد. لازم تقعد معاه وتعرف منه مثلا، طب انت مشروع التخرج بتاعك كان ايه، انت شايف بتستمتع وانت شغال بيم ولا لا، ليه عايز تخش في البرنامج. يعني في اسئله كتيره من خلالها بتبدا تكتشف ده يناسبه كذا. يعني واحد مثلا ده يناسبه ان هو يكمل في الاستراكشر، واحد يناسبه ان هو يكمل في البيم، واحد يناسبه ان هو يخش في البرنامج. ممكن لما تقعد تتناقش مع حد تكتشف ان هو ميوله حاجه تانية خالص، هيبدا في حاجه تانية خالص، او هو مثلا خبرته اقوى في كذا. فدي محتاج حد يكون يعرف حضرتك وقريب من حضرتك، فيقدر ان هو يقول لك والله لا، انت هو ينصحك، مش هيديك الطريق الصح، وما فيش حد يعرف المستقبل، لكن هو يقول لك والله انت مثلا من خلال خبرتك ومن خلال كذا حاول تستفاد المهاره اللي عندك او الحاجه اللي عندك ديت. فانا ما اقدرش افتي بناء على الرساله اللي كام سطر ديت. طيب، جينيور ستراكشر بيم انجينير، هو البيم مش مسمى وظيفي، هو بيتكتب في السي في وبتبقى حاجه قويه جدا. انا بس ايه، بخاف ان الناس تفتكر ان بيم انجينير يبقى معناه ان انا ما بشتغلش شغل ستراكشر. في مشكله دلوقتي في السوق، وده اللي هيخلي البيم سمعته وحشه جدا، ان هو يقول لك ايه، لا اما تبقى مهندس ستراكشر لا اما تبقى مهندس بيم. لا، البيم ده تولز انا بستخدمها عشان احقق الهدف، لكن انا تركيزي ان انا مهندس استراكشر. تمام، وممكن افضل اكمل استراكشر بيم انجينير. يعني دي خطوه كويسه، ان انا مهندس انشائي، مهندس انشائي، مهندس انشائي، انا استراكشر انجينير، استراكشر انجينير. مش لازم ادور على الخطوه اللي جايه، انا مهندس انشائي ممكن بدل جونيور بقيت سينيور. تمام، ده التطور الطبيعي للحاجه. يعني ما فيش حد يقول ايه، لا هي 3 سنين كذا، وثلاث سنين اخش ابقى بيم كوردينيتور، وثلاث سنين ابقى بيم مانشر. لو انا ما بقتش بيم كوردينيتور يبقى انا مش قوي. ده تغير، واحد حاسس ان قدراته اقوى في الكوردينيشن. الكوردينيشن مطلوب منه ان هو يكون بيعرف يتعامل مع البشر كويس، يعني عنده امكانيه او ملكه ان هو يقدر يتعامل مع الاقسام كلها، ويبدا يقول له والله خد عدل الجزء دوت باسلوب حلو، وبنفس الوقت اسلوب حازم. يعني مطلوب منه، ومش معنى ان انت قعدت بين كوردينيتور 3 سنين لا، ان انا احول بين مانجر. ممكن انت شايف نفسك ان انت بتعرف بين كوردينيتور كويس، مش عايز تخش في فكره العقود وفكره المقابلات مع الناس وفكره التعامل مع الكلاينت والحاجات دي كلها. هي مش حاجات كده لازم كل 3 سنين تتنقل حاجه، لا، ممكن تفضل طول عمرك مهندس انشائي. مش وحشه والله، مهندس معماري، مهندس ميكانيكا، ما فيهاش اي مشكله خالص. الفكرة ان انت حسيت ان انت قدراتك تنفع انها تخش في النقطة دي، او انت حابب ان انت تشتغل في الشغلانة دي، اهلا وسهلا، مفيش اي مشكلة خالص. البلاننج محتاج ان انت تكون عندك قدرة على اشتغلت مع حد مثلا مدير مشروع، كنت المساعد بتاعه، ففاهم الخطوات وفاهم انها تتعمل ازاي، وتبدأ تتعلم البرامافيرا والحاجات دي كلها. وحتى لما تتعلم البرومافيرا حاول تربط بالبيم، يعني حاول تشتغل على برنامج سينكرو تقدر تربط بين ده ودوت. طيب، انا دلوقتي عايز افتي نفسي، فبتعمل ايه، بتجيب ورقه زي كده وتقسمها مثلا قسمين. خلينا نعملها على شكل جدول، لكن الافضل والاسهل ان انت تعملها على هيئه ايه، على هيئة ورقة عادية، وتحط بالقلم، لأن دي بتخليك تفكر أحسن، لكن لو عايز تقسم كده مفيش مشكلة. تمام، يبقى هتقول له كده أنا عايز أشتغل مثلا بيم كوردينيتور.
تمام. وهنا مثلا هتشغل بلانينج، تمام. طيب بعد كده تبدأ تحط بقى ايه العوامل المقارنة بين دي ودي، تبدأ تشوف ايه اهم الحاجات. مثلا انا عندي خبرة فيها، يعني البلانينج ابدأ من الصفر، انما البيم كوردينيتور انا فاهم فيها، تمام. وتبدأ تحط نقاط، تحط مثلا دي نقطة، دي ماينس وان، دي تلات نقط حسب اهمية الحاجة اللي انت عايزها. وبعد كده تجمع النقط وتشوف انا واحدة فيهم اللي خد اكتر نقطة، ساعتها لا ده دي اسهل لي، ده دي احسن لي. برضه لما يجيلك اوفر من شركتين تبدأ تقارن. الناس كلها بتقارن بالمرتب، لكن لما يجي بص هل السبت اجازه؟ ما لو واحده فيهم بتدي مرتب حلو لكن السبت شغل، احسب السبت ده بكام، تمام، وحوله الفلوس وشوف. انا بالنسبه لي السبت حتى لو حولته الفلوس انا بحب السبت اجازه لان بعرف اريح فيه. طيب هتكتب مثلا ايه مدى السهوله، لان انا عندي خبره فيه مش هبدا من الصفر. مدى ماشي بيم كوردينيتور مثلا دي هديها 2، هنا هديله صفر ولا بالماينس. وتبدأ بقى تحط حاجات تانية للمقارنة، مثلا انت بتحبها ولا لأ، تمام، يعني عندك شغف فيها ولا لأ، شغف، تمام، عندك شغف لهنا والله ممكن تكون 1 لكن هنا مثلا ممكن تكون 2، تمام. مدى فرص العمل، السوق محتاجها ولا لأ. فممكن بقى دي مثلا انا بدي امثلة السوق متشبع لكن هنا محتاجين، ممكن مثلا يكون ايه هندسة طرق فتلاقي محتاجة. طب اعرف ازاي السوق محتاج ولا لأ؟ ادخل على لينكد ان وشوف الوظائف المتوفرة قد ايه، وممكن تعمل تخصيص للينكد ان الشركات اللي موجودة مثلا في السعودية لو انت عايز تسافر السعودية. فبكده انت اللي بتقارن وفي الاخر هتجمع النقط وتشوف انا واحده فيهم الكويسه. ممكن تكون واحده فيهم بالسالب وواحده فيهم بالموجب، فساعتها من غير ما تفكر ومن ما تستفسر حد او تسال حد خلاص هتروح للحاجه اللي هي واخده نقط اكتر. وبعد كده لازم تصلي طبعا، يعني صلاه استخاره عشان ربنا ييسر لك الخير ان شاء الله. وممكن تبدا في البلاننج مثلا، تبدا مثلا تاخد بدل ما تضيع عمرك كله فيه، لا خد لك اسبوع كده تبدا تقراه تذاكره تشوفه كويس ولا لا، تتعرف عليه، تسال حد متخصص البلاننج، لان وتبدا ان انت بس تاخدش راي ان هو الوحيد الصح. ده بيساعدك في الاختيار، انما هو ممكن يكون متعصب للبيمبا ومتعصب للبلاننج، فلازم ايه يبقى هو مش كل كلام صح. يعني انا لو قلت لك لا روح مثلا اكس ما تاخدش كلام ثقه، ممكن اكون متحيز لحاجه او حسب تجربتي الشخصيه، انما انت ليك تجربتك الشخصيه الخاصه بيك، فلذلك بتاخد ضوء كمعيار، تقول انا سالت مثلا واحد واداني النقطه ديت. انما الافضل طبعا ان انت تعمل الطريقه اللي انا بقول لك عليها ديت، وان شاء الله ربنا ييسر لك الخير باذن الله.